اولا انا في موضوع الافلام والمسلسلات والقصص الجميله دي، انا ماليش في القصه دي تمام. يعني انا من اول الالتزام وقررت ان انا الحاجات دي لا تعنيني. يعني حتى قبل الالتزام ما كنتش بتفرج على العربي، يعني موضوع الافلام العربي دي كنتش بتفرج، ما كانتش دي اللي تستهويني. يعني كان يستهويني اللي بره، الاجنبي وهكذا. لكن الافلام العربي دي ما كانش ليا فيها. لكن لما يطلع حاجه يعني مثلا زي اول ما طلع، انا فاكره كان اول التزامي كان موضوع العشوائيات واللي بيحصل في العشوائيات من خيانات ومعاملات اختلاط تنم على فاحشه وهكذا. بصوا يا جماعه، اولا انا يعني انا مش عارفة، أنا عايزة أجيبها لكم عشان أنا متنرفزش، وأجيبها لكم بطريقة كويسة نتقبلها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فيا رب علينا بما تحب وترضى. أولا اللي مستني أو اللي بيعول إن ياخد قيمة تربوية أو قيمة سلوكية أو قيمة إيمانية من الإعلام اللي موجود حاليا، ده شخص واهم. يعني ده شخص، هو أنت لسه بتدور، يعني معلش خليكم معايا، انت لسه بتدور على قيمه من ورا اعلام هدام؟ كل فيلم وكل مسلسل بيحصل فيه هدم لقيمه اسره، هدم لقيمه مجتمع، هدم لقيمه انسانيه يا مؤمنين، انسانيه، ما بالك قيم الدين والتريقه على الدين والتريقه على الحجاب والتريقه على المشايخ وترندات. يعني ده كلام فاضي. تطلع علق على فيلم مش عارفه ايه وانت مستني ده. بس قبل ما اتكلم عن اي حاجه، هو انت مستني ان انت او انت مستنيه انك تاخدي قيمه سلوكيه او قيمه ايمانيه ما شاء الله تعيشي عليها من الافلام والمسلسلات ده؟ يعني يا ريت نتكلم، وما نحب نوصف نوصف صح، ونتكلم نتكلموا صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا ما شاء الله، يعني ما شاء الله انا عندي كل ما اطلع من الجروبات يحطوني في جروبات. انا عندي جروب دلوقتي لقيته بيحلل موضوع الـ الفيلم ده، وجايب مشهد وده الغلط بتاعه مش عارف ايه والكلام ده، وعاملين شان بقى منشن ليا. يعني بتاعت الكلام ما نتكلم عن ربنا، نقعد نشوف حال قلوبنا وازاي نوصل لله سبحانه وتعالى ورضا ربنا سبحانه. لكن الهيافات، لكن لما يحصل ان يطلع اب، ودي اب يعني ما حصلتش اصلا، يعني في الغرب بيروحوا لما البنت ما تبقاش يعني تبقى عذراء لفتره من الزمن يروح يكشفوا عليها عند طبيب نفسي. لكن مسلم عربي، النخوه والشهامه والرجوله، وده المشهد اللي استوقفني وتم التعليق عليه. إيه انت حر، بنت راحه تفقد عذريتها، انت حر، عايزه تنامي مع صاحبك فلان نامي كده، مش عايزه تنامي انت، انا ربناكي على الحريه، على الحريه. ولسه يعني لو انت شايفه نفسك لسه متردده، فالحياه قدامك. يعني ما تفقديش النهارده ولا السنه دي، ممكن السنه الجايه تفقديها عادي. استغفر الله العظيم يا رب، اقسم يمين بالله على مات الساعه. ومنتظرين ان دي القيم اللي احنا، لا اصل مش مجتمعنا اصلا. انا مالي ومال المجتمع غير مجتمع. انا بنتكلم دلوقتي على حاجه انتشرت وتم الهوج عليها، وبعدين يقول لك ايه، لا فلان، انا مش دعوه بشخصيات ولا ليها دعوه بناس فلانه وفلانه ومش عارف دول بيقدموا قيم يعني، فنقدر نقوم. نقطه رقم اتنين، ان انا اصل لي ان يبقى في ازواج وزوجات، وعادي زوج، انا اتكلم من تخصصي يعني، ان يبقى زوج وزوجه ويروحوا مع اصحابهم زوج وزوجه، وعادي مراتك تشرب خمر عادي، ومراتك وانت تبوس فلان وعلان وهي تبوس عادي يعني. ايه 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 يا جماعه، ايه يا رجاله، يعني ابعد ما يكون قطب بتسمعهم لنا احنا ليه، ولا بيتفرجونا عليه احنا ليه، ولا بتجيبوه في قلب مجتمعنا ليه؟ حاجه لا تخصنا بتجيبوها ليه على المجتمع العربي المسلم؟ حاجه لا تمت لنا وبعيد عن واقعنا، اوكي تمام بيجيبوها اهي. تقصيد؟ خلي بالكم، ممكن يبقى ده الواقع، ممكن يكون هو الواقع متداري في بعض البيوت، لكن مش ما يبقاش كده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، خلي بالكم اللي بيحب ان الفاحشه تشيع بشيعه بعذاب اليم. فين؟ هنا؟ يعني هنا في الدنيا والاخره الاثنين. الاصل الاحتشام، الاصل الحياء، الاصل القيمه الصح. لكن هيصه كده، ده كلام فاضي يعني، ده كلام فاضي. وبعدين مشهد
ملابس ومش يعني يعني انتوا ما تعرفوش الدنيا فيها ايه. انا بكلم بخاطب الفئه اللي انا اسال عنها يوم القيامه، فئه النساء والبنات. سيبكم من الكلام ده، اوعي تعولي ولا تحطي في دماغك 1% فقط ان ممكن تاخدي قيمه تربويه او سلوكيه من فيلم او مسلسل. صفر. بس بل مش صفر، سالب. الصفر له قيمه، صفر له سالب. يا جماعه، يا امه محمد، يا امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا انتم فين.